تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. شبانه يفجر مفاجاه من العيار التقيل، وهي انتقال فتوح وتوسط بعض الوسطاء وبعض وكلاء اللاعبين لدى اللاعب ولدى النادي الاهلي بانتقاله للنادي الاهلي. وبيقول كمان ان في جلسه حصلت ما بين اداره النادي الاهلي او ناس عاملين في النادي الاهلي ومع فتوح، في يعني نوع من انواع تقارب وجهات النظر. هل هناك نيه للنادي الاهلي ان هو ياخد فتوح؟ فتوح خلاص جاب قلم جاف وشطب على علاقته بمرتضى منصور وبنادي الزمالك بعد الفضيحه والكارثه اللي عملها مرتضى منصور. قال اللاعب بينام مع ستات وبياخد منشطات وبياخد حشيش الى اخره، وفضح اللعيبه لدرجه ان اللعيبه بتمشي في الشارع بتتعاير وبتتشتم وبيتقال لها كلام لا يصح انه يتقال بسبب مرتضى منصور وتصريحاته الاخيره. حتى بعد نفي مرتضى منصور تعاطي العيال المخدرات او الحشيش، ده برضه ما خلاش الصوره اللي اتهزت لدى جماهير ولدى بعض من محبي فتوح يعني صورته لسه ما رجعتش زي ما كان. فاللاعب قرر ان هو يسلك طريق كهربا ويروح النادي الاهلي عن طريق بقى فسخ تعاقد، عن طريق انتقال حر للنادي اخر، ويرجع للنادي الاهلي زي ما عمل كهربا. ومرتضى منصور بيمارس هوايته في تطفيش لاعبي نادي الزمالك، وان هو يعني ايه يطفشهم ويكرههم في عشتهم ويرجع يقول ده هم هربوا، ده هم طفشوا، ده هم عملوا، ده هم سووا. وكمان دويدار لاعب نادي الزمالك السابق فجر مفاجأة برضه من العيار التقيل، وقال ان امام عاشور هيرجع في مصر للنادي الاهلي، وكل الكلام اللي قاله ده كلام للاستهلاك وملوش اي 90 لازمة. حتى البند اللي موجود فيه عقد اللاعب بعودته لنادي الزمالك ده بلح ولا يعتد بيه اصلا في الفيفا، البند ده ملوش اي 900 لازمة. فتعالوا نطلع ونسمع ونشوف شبانة ودويدار وهم بيأكدوا على انتقال ثنائي نادي الزمالك للنادي الاهلي بشكل يعني بنسبه كبيره. تعالوا لي وانا هقول لكم المفيد والكلام الخلاصه، ومين اللي هينتقل للنادي الاهلي بنسبه 90%، ومين اللي يعني احتمال انتقالته للنادي الاهلي تعتبر معدومه او غير موجوده بالمره. تعالوا نطلع ونسمع شبانه ودودار قالوا ايه ونرجع نكمل مع بعض. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شبانه ودودار قالوا ايه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. عايز اقول لكم حاجه بقى تانية خاصه بفتوح. فتوح الشرخ موجود، اي حد هيطلع يفتي يقول لك مفيش شرخ ولا هيتكلم ولا هيعمل اسوي. سيبك من الكلام ده، فتوح في شرخ عميق يعني دخل صدره وخرج من ظهره، شرخ شرخ جرح جرح يعني، عارف الجرح العميق؟ فتوح عنده جرح عميق لدرجة ان في ناس توسطت في النص مع النادي الاهلي لترتيب انتقال فتوح للاهلي. انا بقول لكم معلومه بشكل واضح ومعرفش الاحداث هتمشي ازاي. هل المعلومه دي الحق يا زمالك لم الموضوع بسرعه والحق يتلم بعد اللي حصل ده، الحدث الجلل اللي حصل لفتوح؟ فتوح بيمشي في الشارع الناس بتعايره، يعني بعد ما يمشي في الشارع الناس تمضي منه اوتوغرافات وناس تغني له وناس تهتف له والناس تبقى هتتجنن عليه، والناس هو قيمه فنيه كبيره بعيدا انه بيلعب فين، اهلي او زمالك او في لعيبه كده، لعيب نجم واعد ساطع منور، فجاه فجاه بقت الناس تعايره في الشارع، هو مش مصدق لغايه دلوقتي. فالجرح عميق جدا. انا بقول لكم في كلام دلوقتي ناس بتتوسط عشان تفتح كلام وتقرب المسافات بين الاهلي وفتوح، سواء ان فتوح يفسخ عقده ويسافر بره ويرجع على الاهلي، سواء فتوح بعد نهايه مده عقده مع الزمالك يروح الاهلي، ما اعرفش هيمشوها ازاي. انا بقول ده وادي الاهلي هنا اهو، وادي الزمالك هنا اهو، وفتوح في النص. الزمالك هيدوب ده ازاي؟
انا ما اعرفش. الاهلي هيستجيب للوساطه دي وبالنسبه له فتوح باك ليفت المستقبل ده 24 25 سنه وافضل باك ليفت في افريقيا مع علي معلول دلوقتي بصراحه يعني، اللي يرضى يرضى ولا ما يرضاش ما يرضاش، فتوح قيمه فنيه كبيره برضه. الاهلي هيتعامل ازاي مع الموضوع ده ما اعرفش، انما اللي انا اعرفه ان في ناس داخله في النص ما بين فتوح وبين النادي الاهلي وحصل كلام وحصل كمان اعداد، بس مش هقول تفاصيل اكتر من كده. ان هو يروح البوابه للدنمارك ويرجع النادي الاهلي ليه يا ابني؟ انا شايف كده. وليه؟ انا شايف كده. هل النهارده انت في حمل ان امام عاشور يمشي الحاله الفنيه اللي موجود فيها نادي الزمالك؟ اذا انت ضاعت منك افريقيا، لازم على الاقل لما تيجي تمشي لاعب يا كابتن تكون جاي بدايل ليه. ايه البدايل ليه؟ هل انت عندك بدايل دلوقتي؟ قدوسي ده اللي كان موجود الجزائري راح النادي الاهلي. طب في نقطه هنا مهمه انا عايز اقولها. اتفضل يا جماعه. اتفضل. مهمه جدا. سبب كبير جدا ان العنصر من زيزو ما تمش او 90 مليون جنيه ينعشوا خزينه النادي. صحيح. انت خلاص بتدفع للاعب مهاجم ناصر منسي 20 مليون، يبقى انت كده ما عندكش ازمه ماليه. ال 20 مليون يا احمد، ال 20 مليون ما بيدفعوش كاش مره واحده. لا دفعهم كاش مش مره واحده. لا دفعهم كاش. هو مش مرتضى ده قال انا دفعت 20 مليون لنادي البنك الاهلي. لا ممكن يكون مره واحده. لا ال 20 مليون دول ممكن يبقوا على ثلاث متقطعين مثلا في خلال السنه دي، هتاخد ال 20 مليون جنيه خلاص هم متكتبين مكتوبين في العقود. بس ان انت محمد الشناوي يا كابتن في النادي الاهلي هو جاله عرض النادي الاهلي مشاه ما مشوش، لان ده احد من القوامات الاساسيه. عشان الاهلي ما عندوش خلاص، يبقى مش مرتضى منصور يطلع يقول في ازمه وعلى جمهور الزمالك. ما ده انا بقوله، ما يستناش صفقات ونكمل الموسم. ما ده انا بقوله. لا اصل هو انت بصراحه النقطه الثانيه اللي ممكن تجمد قلبه في استمرار الصفقه، انه بيشوف ان دلوقتي الجاب اللي بينه وبين النادي الاهلي وسع في تحقيق. هو لسه بادئ فريق الدنمارك هيدى 10 مليون دولار لنادي الزمالك، والله ما يمشي برضه. انا ده وجهه نظري. انت كده انت قوام الاساسي في نادي الزمالك بقاش موجود خلاص. اوكي. ده وجهه نظري، ما ينفعش يمشي دلوقتي. صحيح. يمشي على اخر الموسم. لو انتم مقررين في نادي الزمالك ان انتم محتاجين فلوس او محتاجين تمشوا لعيبه من القوام الاساسي، وده انا اكبر شايفه اكبر غلط. المفروض تبني على القوام الاساسي اللي عندك، تجيب صفقات على القوام الاساسي اللي عندك، فتمشي واحد من اهم لعيبه عندك في القوام الاساسي تمشي، انا شايفه خطا كبير. كلام شبانه مش كلام مرسل ولا كلام عباره عن تكهنات، لا يا فندم. شبانه عنده فريق اعداد قوي جدا، عنده فريق اعداد يعني في منتهى المصداقيه، ما بيجيبش معلومه الا لما بيكون متاكد منها مليون في الميه. شبانه اكد ان في وسطاء ما بين اللاعب وما بين النادي الاهلي للانتقال للنادي الاهلي، منها صفعة لمرتضى منصور واداره نادي الزمالك وهزاز الرؤوس، ومنها احياء لموهبه لاعب يعني باك ليفت على اعلى مستوى. انت عندك علي معلول في الباك ليفت، خلاص علي معلول سنه بيكبر، يعني الزمن بقى وان هو ليه فتره في نادي الاهلي، فشيء طبيعي انه يبقى له بديل، وشيء طبيعي ان مع تقدم العمر اداء اللاعب بينخفض وما بيكونش بنفس كفاءه لعبه من اربع خمس سنين مضت. ففتوح تواجده في النادي الاهلي اضافه، فعلا اضافه كبيره للنادي الاهلي وللاعب. ممكن يجي النادي الاهلي، ممكن لو مرتضى منصور ما تداركش الامر وحوط على اللاعب بتاعه، اللاعب بتاعه هو اللي هيطير منه. يعني النادي الاهلي هو مش هو اللي راح للاعب ولا قال له تعال، لا ده الوسطاء دول جم من طريق اللاعب، لان اللاعب عايز يرد الصفعه لمرتضى منصور زي ما كهربا صفع مرتضى منصور. فاحتماليه ان انتقال فتوح للنادي الاهلي كبيره، كبيره. لاعب محترم، لاعب مؤدب، لاعب ما مش بتاع مشاكل، مش بتاع قيل وقال، لاعب عنده احترام، عنده شخصيه، عنده طموح. فتواجده في النادي الاهلي ممكن يكون مكسب للاعب والنادي الاهلي. اما دودار وكلامه عن عاشور وان عاشور هيروح من النادي الدنماركي للنادي الاهلي عن طريق الكوبري على طريق الكهرباء، انا بعترض على تواجد امام عاشور في النادي الاهلي. امام عاشور لعيب حريف، موهبه، ولكن سلوكيا غير منضبط. مش غير منضبط عشان هو خارج الملعب سلوكه وحش، لا. فاكرين لما كان معاقب من نادي الزمالك وكان بيلعب مع فريق الشباب ونزل غنى اغنيه غير محترمه مع ناشئي نادي الزمالك، سب فيها حسن حمدي
وصالح سليم وكابتن خطيب وشوبير مع احتفاظنا بالالقاب سب الناس دي كلها، فلا وجود لشخص سباب لعان داخل النادي الاهلي، حتى لو هو كان امام عاشور حتى او كان هو مين، نجح في الاحتراف ما نجحش في الاحتراف، يرجع لنادي الزمالك يرجع مش عارف فين. انا من وجهه نظري الشخصيه كمشجع للنادي الاهلي انا برفض تواجد امام عاشور في النادي الاهلي باي حال من الاحوال. دي وجهه نظري، ممكن اكون غلطان، ممكن حضرتك تكون يعني عندك حق، اكتب لي في الكومنت. لو انت قدامك خيارات ان انت تاخد اتنين لعيبه، تاخد الاثنين دول لعيبه من نادي الزمالك او عن طريق اي نادي اخر، يعني تاخد الاثنين لعيبه دول وتواجدوا معاك في النادي الاهلي ولا لا، تاخد مين فيهم؟ انا من رايي ناخد فتوح ونسيب امام عاشور. امام عاشور بعد قله ادبه على النادي الاهلي لا يستحق ان هو يتواجد في جدران النادي الاهلي. هتقول لي ان سامح كريم وعفى الله عما سلف والكلام ده، لا، ممكن اي شيء يسامح فيه الا الاهانه او توجيه الاهانه والسباب لرموز النادي الاهلي. دي من وجهه نظري، ممكن اكون غلطان، ممكن حضرتك تقول لي وجهه نظرك ايه. هل امام عاشور يستحق ان هو يتواجد في النادي الاهلي؟ هل فتوح النادي الاهلي في حاجه اليه فنيه؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبان الرؤيه وهتتضح الرؤيه بشكل اكبر. لكن شبانه انا بثق في كلامه جدا، بثق في مصدره جدا، يعني يا ريت ان يعني فتوح يتواجد في النادي الاهلي باك ليفت على اعلى مستوى، لاعب محوري، لاعب قوي، يعني يا ريت، انا بتمنى ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، ولكن امام عاشور لا اتمنى وجوده في النادي الاهلي. ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.